Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Alors aujourd'hui, inchallah, je vais vous faire la production écrite qui m'a dit. Déjà, comme d'habitude, je vais vous faire l'examen régional, vidéo l'année, je vais vous faire les questions du texte ou la partie de la vidéo, je vais vous faire la production écrite, parce que je vais vous faire la vidéo. Et dès le la production écrite, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vous faire les deux frères Éthéocle et Polynice. Nous allons le sujet, je vais vous قال لك إيتيوكل و بولينيس سون دو فرير انمي زينمي اذا إيتيوكل و بولينيس هما جوج ديال الخوت يعني واحد كيعادي واحد اعداء كي سون تري يعني واحد قتل واحد ا كوز دو بوفوار بسبب السلطه هما بجوجهم كانوا باغيين السلطه واتفقوا على واحد الاتفاق ان كل سنه غادي يحكم واحد فاش إيتيوكل بويسك هو الكبير حكم العام الاولاني العام الجاي ما بغاش يعطي لخوه السلطه اذا ناضو هنايا كيدابزو داكشي باش واحد قتل الاخر عاد باش ولا كخيون هو الملك اون افي سيغتان بونس كو لو كومبا فراتريسيد بو انجندري دي كونسيكونس تيريبل شي وحدين كيقولوا كيفكروا بانه الصراع ما بين الاخوه ممكن انه يعطينا نتائج اللي هي وخيمه اي بارفوا il peut conduire à la mort وممكن شي مرات انه يؤدي حتى الموت كو بونسي فو يعني شنو كتفكروا نتوما اذا هنايا غادي نكتبوا ان تيكست ارغومونطاتيف ما نساوش كو لا برودكسيون اكريت عليها 10 بوين اذا غادي انا غادي نستخدم لو بلان ديالكتيك فوالا حيت لو بلان ديالكتيك مون بلان بريفيري حيت فيه ما يتقال وفيه ما يتكتب اذا اون كومونس تو دابور بار لانترودكسيون اذا لانترودكسيون شنو كتبت فيها نول نو بو نيي كو لو كومبا fratricide peut conduire à la mort حتى شي واحد ما يمكن له ينكر على انه الصراع اللي تيكون ما بين الاخوه فراتريسيد ممكن انه يؤدي بنا للموت سيت فينومين هاد الظاهره هادي ميريت دتر ديسكوتي اي دو فير ان افور بور ديفوندر لي ديفيرون بوين دو فيو هاد الظاهره هادي كتخلينا اننا يعني نهضروا عليها واننا نديروا واحد المجهود باش نعرفوا الاراء المختلفه Certains sont totalement d'accord. شي وحدين متفقين 100% وتيقولوا بصح بانه لو كومبا فراتريسيد كتادي للموت. Et ils défendent cette opinion. وكيدافعوا على هذه الفكره هذه. Tandis que d'autres affirment le contraire. ولكن كاينين وحدين اخرين اللي كياكدوا العكس كياكدوا بانه لو كومبا فراتريسيد ما كتاديش للموت. Alors, qui a raison et qui a tort? Voilà, donc c'est une introduction simple. Déjà, on a dit que deux vidéos, deux parties, on a dit que c'est une minière de l'minhagie qui va être le plan de l'économie, surtout on a dit que l'minhagie de le plan dialectique, c'est une minière de l'minhagie, c'est une minière de liberté, parce que chaque cas, il y a un qui est chabhem à l'autre. Et c'est un cas qui est une minière de l'économie, c'est une minière de l'économie. Pour l'introduction, on passe maintenant au développement. وغادي نبداو اول حاجه بلي غنبداو بلي زادجوفون اذا اون كومونس بار لي زادجوفون اذا لوغسكون نابورد سو سوجي فاش كنهضروا على هذا الموضوع هذا اون رومارك كو لي زادجوفون كنلاحظوا بانه لي زادجوفون هما الناس كي سون داكور هما لي جون كي كيقولوا بانه لو كومبا فراتريسيد بو كوندوير ا لا مور إذن هاد لي زادجوفون هادو بوستول لور جوجمون باغ ان بون نومبر دارغومون يعني كيدافعوا على الحكم ديالهم وعلى الفكره ديالهم بمجموعه من الحجج تو دابور هنا استعملت ان لوجيك تو دابور يعني اولا بحال تنقولوا اولا شاك كومبا دابا هنا غنبدا نعطي في لي زارغومون شاك كومبا بو امبورت سا ناتور فيني بار دي ديغا نيجاتيف إذن كل كومبا كل مدابزه كما بغى يكون النوع ديالها دائما كتسالي بخسائر وهنا عندنا سلبيه خسائر وسلبيه فوالا ا تيتر اكزومبل لي دو فرير ايتيوكل اي بولينيس كي اون او اون فان تراجيك كمثال الخوت بجوج ايتيوكل و بولينيس اللي كانت عندهم نهايه تراجيك سيتادير نهايه فيها الموت حيت بجوجهم ماتوا فاش نقولوا اون فان تراجيك سيتادير النهايه ديالهم كانت عباره عن الموت هادي بور لا بروميير ارغومون اذا لا بروميير ارغومون لو كومبا بيان شاك كومبا بو امبورت سا ناتور راها فيني بار دي ديغا نيجاتيف
Ensuite, d'abord, غادي نعطيو deuxième argument. Ensuite, le combat peut être mortel. Le combat, l'indebza, ممكن تكون مميتة. Car il dépend toujours de l'argent ou du pouvoir. لأنها دائما يعني هاد الكومبا هادي سيكون سببها يا الفلوس يا السلطة. هي جوج خوت كيقلبوا على الفلوس، هي جوج خوت كيقلبوا على السلطة. وهاد لو كومبا هادي كتكون مورتيل يعني مميتة. Voilà, c'est pour la deuxième argument. On passe à la troisième argument. Enfin, des fois, des frères se combattent à propos d'un sujet très sensible comme l'héritage. يعني كاينين شي مرات الخوت كيدابزو على واحد الموضوع حساس جدا بحال ليريتاج، يعني السلطه. ليريتاج هي لا ديفينيسيون ديال البوفوار، السلطه. فوالا، دونك هاد الباراغراف هادي خاصه بلي زارغومون ديال الناس كي سون بور مع لي زادجوفون. دابا غندوزو لي زوبوزون. كوا كيل ديز يقولوا اللي بغاو يقولوا، لي زوبوزون ont aussi des arguments bien fondés. حتى les opposants, الناس اللي كيقول لك بانه لو كومبا فراتريسيد ne conduire pas à la combat à la mort pardon ne conduire pas à la mort، هما اللي كنسميهم لي زوبوزون. حتى هما عندهم حجج يعني اللي قويه. دون بار، من جهه، لو كومبا entre les frères et les sœurs، يعني المدابزه اللي كتكون ما بين جوج ديال الخوت او جوج ديال الخواتات، ne veut pas dire qu'ils se détestent. يعني ما كيعنيش بانهم كيكرهوا بعضياتهم. Mais ça pourrait être un simple malentendu ou une discussion ordinaire. ممكن يكون غير شي سوء تفاهم، simple malentendu، ولا تكون يعني شي محادثه لي اوردينير كتكون يوميه. اذا ماشي دائما جوج الخوت ولا جوج الخواتات كيدابزو معنى انهم كيكرهوا بعضياتهم. ممكن انه يكون غير شي سوء تفاهم، اولا كتكون اون ديسكوسيون اوردينير، يعني مولفين داكشي كل نهار. اتيتر اكزامبل، لي دو سور اسمان اي انتيغون، يعني كمثال الخواتات بجوج اسمان اختها انتيغون. دوتر بار، من جهه اخرى، انتر لي دو فرير il y a toujours un grand amour caché. ما بين جوج ديال الخوت اولا ممكن نزيدو اي دو سور، ما بين جوج ديال الخوت وجوج ديال الخواتات دائما كيكون واحد الحب كبير مخبي كاشي، واحد ما كيوريه الاخر. فينالمون يعني واخيرا، لا ريفاليتي انت لي فرير اي لي سور، لا ريفاليتي يعني الكراهيه اللي كتكون ما بين الخوت والخواتات، اي اون شوز نورمال، هي واحد الحاجه اللي عاديه اي لوجيك منطقيه. car ils se disputent depuis l'enfance، لانهم راه كانوا كيدابزو ملي كانوا مازال صغار من الطفوله. اذا هنايا قلنا لا ريفاليتي entre les frères et les sœurs est une chose normale et logique car ils se disputent depuis l'enfance. يعني الكراهيه اللي كتكون ما بين الخوت راه كتكون عاديه ومنطقيه لانهم كانوا كيدابزو من الصغر ديالهم. alors هنايا غنكونوا سالينا الديفلوبمون ذكرنا فيه لي زادجوفون، ذكرنا فيه لي زوبوزون. خاصنا ضروري نديرو البوان دو في ديالنا، يا في الديفلوبمون نزيدو باراغراف اخرى اللي نديرو فيها لارغومون ديالنا، او يعني بوان دو في ديالنا، او حتى الكونكلوزيون ونديرو البوان دو في ديالنا. انا كنفضل حتى الكونكلوزيون، وكل واحد وكيفاش. دونك هنايا غادي نبدا بيان سور بوغ اريفي ا تيرم، يعني باش صافي باش نختمو. جو ديري كو شاك بيرسون ا سي بروبر ارغومون كي بوت اتر ابوردي دو ديفيرونت فاسون. دونك تنقول بانه كل واحد عنده الحجج ديالو، سي بروبوز ارغومون. خصني نزيد هنايا كونسيرنون سو سوجي اللي كتخص هذا الموضوع هذا. اذا سي بروبوز ارغومون كونسيرنون سو سوجي اللي كتخص هذا الموضوع هذا، كي بوت اتر ابوردي دو ديفيرونت فاسون، اللي ممكن كل واحد وكيفاش يعبر عليه. اون سو كي مي كونسيرن، فيما يخصني دابا انا نبدا نهضر على البوان دو في ديالي. جو سوتيان فورتمون لي زادجوفون، كندعم بقوه لي زادجوفون. شكون هما لي زادجوفون؟ هما الناس، انا كنت هنا باغي نكتب لي زوبوزون، راه كتبت لي زادجوفون. المهم لي زادجوفون هما الناس اللي قالوا بان لو كومبا فراتريسيد كوندوير بو كوندوير على المور. اذا مع لي زادجوفون، اي جو بارطاج افيك او لي ميم زيدي، وكنشارك مع كنتشارك معاهم نفس الاراء نفس الافكار، ولا ممكن نكتبوا لي ميم زارغومون.
Cela nous amène alors à poser cette question. Hadchi kayedfa lana باش اننا نسولو ونطرحو هاد السؤال هذا. Comment améliorer la relation entre frères? كيفاش ممكن اننا نحسنو العلاقه ما بين الخوت؟ Comment améliorer la relation entre frères? Alors les amis, هادي كانت la conclusion pour le vidéo ديالنا ديال اليوم. هو هذا خدمنا فيه هاد لا برودكسيون اكريت وهكا غادي نكونو كملنا هاد ليكزامان ريجيونال. نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو جديد اللي تشوفوا فيه حاجه جديده. هذا ما كان ا تري تري بيانتو.